أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحلقة جديدة من الظهيرة في رمضان، سوري من استراحة الظهيرة. لسه مأثر في رمضان أكيد قال يعني، فحلقة جديدة من استراحة الظهيرة مشاهدينا، يعني ظهيرة في رمضان في العيد مش بالعيد برا العيد، كله ظهيرة وكله ياسمين، وأكيد نحن بنطل عليكم عن جد، بنطل عليكم بفقراتنا اكيد اللي تعودتوا عليها دائما. رح نحكي اليوم صحه ورح نحكي شويه اخبار منوعه وفنيه والى اخره، لكن موضوعنا لليوم كثير مهم. اليوم بفقرتنا التفاعليه رح نحكي عن موضوع الفقر ولكن ليس فقر المال. هلا انت من وجهه نظرك الانسان الفقير مين هو او ايش بتوصف الفقر؟ مش بس الفقر هو فقر المال، لكن في فقر الاخلاق، في فقر التعليم، في فقر الثقافة وكثير من هاي الأمور. نحن مش بنحكي عن الناس اللي هن ما صح لهم إنهم يتعلموا لأنهم فقراء، لا، بنحكي عن الناس حاملين شهادات لكن هم فقراء للعلم وفقراء للثقافة. هدو يعني بس فهمني شو مناسبتها هاي المداخلة؟ يعني دخل مداخلة ما لها أي علاقة، لكن هذا هو موضوعنا. هذا هو موضوعنا اليوم مشاهدينا على 2:30 مثل ما نحن دائما متعودين. راح تنزل ملحق عليك، مو جايب لي كاست مي، راح تنزل ارقامنا على الشاشه وراح نتواصل نحن وانتو على صفحتنا على الفيسبوك اللي باسم ياسمين خريشي، واكيد راح اقرا كل التعليقات. انا شفت انه وصلتنا مسجات لكن قلت يلا بقراها على الهواء، يعني ما شفت شو هي عشان أكون صريحة. شو قلت؟ فرح نروح ونبلش نحن وأنتوا وهاي الجولة مع الأخبار المنوعة دائما مع الصحة. هل الأكل قبل النوم يزيد من وزن الإنسان؟ حقائق ومعلومات جديدة. يا رب الحقائق والمعلومات الجديدة تقول إنه لا الأكل قبل النوم مش بنصح، لكن حنشوف شو هي الحقائق الجديدة إنه الأكل قبل النوم بيزيد من وزن الإنسان أو لا. فخلينا نشوف. هلا هي في كتير أمور مختلفة بين خلينا نقول بعض خبراء الصحة في هذا الموضوع إنه الأكل قبل النوم بنصح لأنه أنت بتاكل بتنام فجسمك مش رح يهضم الأكل ومش عارف شو. في ناس بيقولوا لك لا ممكن ما بينصح لأنه أنت بتاكل بتنام أصلا الهضم الأكل بيصير بفترة كذا كذا لكذا. انت تاركني اعرف احكي. من الساعة كذا للساعة كذا، فلا هذا مو صح انه الاكل قبل النوم بنصح. خلينا نشوف. هلا الاكل قبل النوم يبطئ من عملية التمثيل الغذائي وهي الايض. هناك اعتقاد شائع بأن تناول الطعام قبل النوم يسبب زيادة الوزن لأنه أثناء نومك تتباطأ عملية الأيض. مجموعة من التفاعلات الكيميائية تحدث في خلايا الكائنات الحية، هاي اللي التفاعلات اللي بتصير بتؤدي إلى تخزين الطعام في الجسم كدهون. بيقول كلارك ومع ذلك فإن معدل الأيض الأساسي اللي هو مقدار الطاقة التي يتطلبها الجسم في حالة الراحة التامة في الليل هي نفسها أثناء النهار، يعني إنه جسمك لا يزال يحتاج إلى الطاقة أثناء فترة النوم. طبعا كلارك هو واحد من خبراء الصحة يلي رح يحكي لنا عن موضوع خبرنا لليوم. خلينا نحكي عن النقطة الثانية بهذا الخبر واللي هي نسبة حرق السعرات الحرارية بتقل قبل النوم، صح أو لا، مع أو ضد؟ وفقا لهذا الخبير فإنه لا يوجد أي دليل يدعم فكرة زيادة معدل السعرات الحرارية بسبب انخفاض نسبة حرقها. هلأ في الأطعمة التي تتناولها قبل النوم مقارنة بأوقات أخرى من اليوم، فهذه هي المعادلة. يقول كلارك أيضا مع هيك وبالرغم من أنه لا يبدو أن هناك سبب فسيولوجي يفسر هذا، هناك بعض الدراسات التي ربطت بين تناول الطعام قبل النوم وزيادة الوزن. يعني بيقول كلارك أنه عملية هضم الطعام وهي عملية الأيض تحديدا أنه هي
بالليل زي ما بتعمل بالنهار. فليش انه نحن بدنا نخاف ناكل قبل النوم؟ شوف انا عم بشجعكم تاكلوا قبل النوم، فانه ليش بدنا نخاف انه ناكل قبل النوم؟ يعني بلاش الجسم ما يقوم بعملية حرق الأكل مثلا خلال النوم. فلا بقول لك هي العملية نفسها بالنهار وبالليل. لكن في ناس تانيين شو بقولوا؟ انه نحن لما بناكل بالنام الجسم بيخزن هاي الأكل كدهون، فعشان هيك نحن بنخاف انه ننصح. دهون مش كل انسان ناصح، يعني هي نسبة الدهون عنده عالية كل انسان نحيف نسبة الدهون عنده متدنية؟ لا طبعا، في ناس كتير مش عارف شو جمع نحيف، ضعيفين يعني ضعاف. فهم بتكون نسبة الدهون عندهم عالية، فهذا مش رابط. خلينا نكمل الخبر ونشوف. هلا بالنقطة الثالثة شو بيقولوا؟ انه من الأفضل أن تذهب إلى الفراش بمعدة ممتلئة أحسن من أنك تروح تنام وأنت جوعان مثلا. وفقا لخبيرة التغذية واحدة اسمها فيونا وأخصائية التغذية أيضا واحدة تانية اسمها كلوي، بيقولوا أنه من الأفضل أن تذهب إلى النوم وأنت تشعر بالامتلاء بدلا من أن تذهب إلى سريرك وأنت تتضور جوعا. أصلا أنا مستحيل أنام إذا أنا جوعانة. وبتقول هاي الخبيرة إنه ليس من الجيد أن تذهب إلى النوم وأنت تشعر بالجوع، لأنه من الممكن أن يتسبب هذا في انخفاض نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق أو الحصول على نوم غير مريح. ما تقنعوني إنه ممكن الواحد إنسان يقدر ينام وهو جوعان. وبتضيف بالطبع يتعلق الأمر بالقدرة على إدارة الوقت، لكنني بالتأكيد لن أقترح عليك عدم تناول أي شيء في حال وصلت إلى المنزل متأخرا وكنت جائعا. أنا إذا ما عرفت أنام بروح باكل، فبتلاقيني خلاص بطلت بنام. ما الأكل بنعس. إحنا ما بنحكي إذا الأكل قبل النوم مفيد أو مش مفيد، لا أبدا، نحن بنحكي بضر أو مش بضر، بنصح أو لا. هلا أنت يعني بغض النظر، أنا متأكدة أنك مش رح تمشي على الخبر، إذا كنت جوعان رح تاكل، احتمال تاكل الأطفال اللي بالحارة إذا جعت. والله شايفتك عم تتدور. طيب خلينا نروح للنقطة الرابعة، على هو صدقيني. تناول الطعام قبل النوم يشجع عادات الأكل السيئة. فبتقول أو بيقول خبير الصحة، السبب الحقيقي وراء كون تناول الطعام قبل النوم يعد فكرة سيئة هو أنه قد يؤدي إلى اتباع سلوك عادات غير صحية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن، لأنه وببساطة الوجبات الخفيفة قبل النوم عادة ما تكون وجبة إضافية بعد العشاء والتحلية، ما يعني أننا نستهلك سعرات حرارية إضافية لا نحتاجها بالضرورة. وأيضا أخيرا وليس آخرا أو قبل الأخير، بيقولوا أنه الليل هو الوقت الذي يجب أن يرتاح فيه الجسم، فيفضل أنك أنت ما تأكل قبل النوم لحتى الصدمة اللي أنت عاملها لجسمك طول النهار وأنت عم تأكل بلكي بتريحه شوي بفترة المساء. هلأ في حال نحن ما قدرنا وكتير جوعانين وبدنا نأكل قبل النوم، شو هي الأطعمة اللي يفضل أنه نحن ما نأكلها ونتجنبها قبل النوم؟ هي يلي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة والسكريات، فيجب تجنب الحلويات والأطعمة الضارة مثل المثلجات، الكعك، المعجنات ورقائق البطاطا المقلية، ما ضل إشي، لأن هذه الأطعمة فضلا عن كونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية أو هيك. شو بتحكي عن البوظة؟ موطة. لا تأكلوا موطة قبل أو عقلت علي موطة قبل الأكل، سوري قبل النوم، لأنه هاي الأشياء يعني هاي السكريات راح تتجمع بالجسم وهاي الأطعمة راح تكون على شكل دهون، فديروا بالكم من هذا الموضوع، يعني مشوا حالكم بأي شيء خفيف ما فيه سكريات أكيد. هلأ نحن عادي عم نحكي عن موضوع راحة الجسم ونظافة الجسم، كيف نحن ممكن ننظف الجسم من المواد السامة. إذا بتذكروا كنا دائما نحكي زمان عن
المي والليمون والنعنع وهاي الاشياء يلي بتنظف الجسم. هلا بدنا نحكي عن طرق تنظيف القولون، لانه هلا كتير 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 ناس نسبه عاليه بيعانوا من موضوع القولون. كيف نحن ممكن نزيل هاي الميكروبات داخل الجسم، وكيف نحن ممكن نعالج القولون العصبي وننظفه في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واكيد يعني الكل عم بيعاني من موضوع القولون العصبي. لكن اول وحده حكوا عنها انه هو عصير الزنجبيل، كان نفسي اعرف انه هو ايش يعني، بده يكون بارد؟ ما فهمت، ما بعرف، هو ما قال حطه على النار، دافئ، ماشي خلص. حسنا، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو مشاهدينا، لكل يلي بعانوا من موضوع القولون. وهيك بنكون نحن وصلنا لختام فقرتنا الصحية. راح نروح نسمع أغنية، وأخيرا بعرف شو هي الأغنية لكاظم الساهر، يعني الحمد لله ما خليت علي يسيطر على موضوع الأغاني. فخلينا نروح نسمع كاظم وبنرجع أكيد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد كاظم الساهر اكيد، ومكملين نحن وانتو. حلو لا صراحه مش اني مثلا كثير بسمع له، بس بحب هاي الاغنيه كثير، لاعمال الغمازه طبعا. ليه ما بتحبه؟ لا انا اكثر حدا بحب اسمع له هو عبد المجيد عبد الله قديما، يعني اغاني القديمه مش هلا. خلينا نروح لاخبارنا، ولساتنا عم نحكي على الفن وعم ندردش نحن وعلي، ونحن كمان وانتم رح نحكي عن اخبار هي مش عارفه فنيه تكنولوجيه، ما بعرف احنا بنشوف هذا الخبر دامج بين هون وبين هون. خلينا نشوف خبرنا التالي شو بيحكي. استخراج فرشاة المصور إدوارد مونش من المتحف وتحويلها إلى فرشاة فوتوشوب. يعني بما انه فوتوشوب فقلنا شوية تكنولوجيا، بما انه هذا الفنان الرسام العالمي مونش فاحنا قلنا فن، فعشان هيك دمجنا يا مستر. فحصلت شركة أدوبي والتي تعتبر واحدة من اكبر الشركات في العالم على موافقة اخراج الفرش التي كان يستخدمها المصور العالمي إدوارد مونش من متحف اوسلو، واستنساخ هذه الفرشاة لتحويلها الى احدى فرش الفوتوشوب لهواة ومحترفي الرسم، وبالتالي أصبح بالإمكان لمحبي الرسم خوض تجربة فريدة من نوعها في هذا الفيديو. ومكملين مع أخبار التكنولوجيا، خلينا نروح لسناب شات، منزل كتير أشياء جديدة أنا مش فاهمة ولا إشي منها. خلينا نشوف خبرنا شو بيقول عنوانه. سناب شات يقدم لمستخدمي ميزة جديدة في إنشاء الفلاتر. يعني بنقدر نحن نعمل فلتر جديد لحالنا هيك خاص فينا، يعني من ايش يعني؟ لا هلا انت بتقدر تعمل فلتر خاص فيك اذا انت بمكان معين، مثلا تقدر تعمل فلتر انه علي في بلاد العجائب مثلا، فبتحطها تحت. اعلن تطبيق سناب شات عن تسهيل امكانيه انشاء فلاتر جغرافيه مخصصه من داخل التطبيق، عبر اضافه اداه لانشاء مثل هذه الفلاتر، بحيث اصبح بامكان المستخدمين تصميم وشراء فلاتر دون الحاجه الى اغلاق التطبيق. واتى ذلك بعدما ان كانت الفلاتر يتطلب انشاؤها داخل موقع التطبيق على الانترنت بعد توفير الشركه مثل هذه الامكانيه من شهر فبراير، واصبح بامكان المستخدمين ابتداء من اليوم انشاء فلاتر
المحافظات الجغرافية حسب الطلب من داخل التطبيق، وتعمل الأداة بنفس الطريقة المستخدمة ضمن موقع التطبيق على شبكة الإنترنت عبر اختيار قالب وإضافة نص أو رموز تعبيرية لتخصيص الفلتر، ومن ثم اختيار مكان وزمن العرض، ومن ثم الدفع وانتظار موافقة شركة سناب شات. وتتواجد الأداة الجديدة ضمن القائمة الرئيسية لإعدادات التطبيق، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على خيار فلاتر جغرافية حسب الطلب، وإنشاء فلاتر خاصة بالمستخدم عبر استعمال مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لمختلف المناسبات والاحتفالات والأعياد والزفاف والعطلات. أكيد عرفت كيف؟ يعني أنت بتقدر أنك طبعا بتدفع، فيش إشي ببلاش، فبتقدر أنك أنت إذا كنت بهيك طلعة حلوة مش أو حفل زفاف، ممكن أنك أنت تعمل فلتر إلك خاص، ألف مبروك للعروسة فلان الفلانية، فهيك بيطلع هو كفلتر يعني، بس طبعا هو بده يكون مدفوع الأجر أكيد. مشاهدينا مع أخبارنا المنوعة نحن بنوصل لنهاية الفقرة من الأخبار المنوعة، لكن خلوني قبل ما نفوت بفقرتنا التفاعلية أذكركم سريعا بموضوع حلقتنا لليوم. اليوم رح نحكي عن الفقراء، ولكن ليس فقراء المال. انت من وجهة نظرك ايش بتعرف الفقر؟ انا بعرف الفقر انه هو فقر الاخلاق. انت شو بتعرف الفقر؟ فقر بس هيك؟ هيك بالنسبة لك؟ نحن نحكي بعيدا عن المادة، الفقير فقير المادة، هذا ما اختار انه يكون فقير وخلص، يعني هي رزقته هيك من رب العالمين. لكن في ناس بتفقر حالها، هي بتخلي حالها تصير فقيرة من خلال الثقافة المتدنية، التعليم، الأسلوب اللي بالحياة، اللي يفتقر للذوق، يفتقر للرقي، يفتقر للثقافة. يعني الفقر ليس فقط فقر المال. فمن تعريفكم أنتو ما هو الفقر؟ أرقامنا رح تنزل على الشاشة، وأيضا رح نقرأ تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، وهيك نحن بنفوت بفقرتنا التفاعلية. خليكم معنا، هذا هو موضوعنا لليوم. مشاهدينا أرقامنا رح تكون على الشاشة أكيد، رح تقدروا تحكونا وتشاركونا بهذا الموضوع، وأيضا رح نقرأ تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. ياسمين خريشي، شكرا لكل يلي بيبعتونا وبيشاركونا دائما دائما دائما. وخلينا نكمل نحن وإنتوا في هذا الموضوع. إيش هو الفقر؟ الفقر مش بس فقر المال، وإنما هلا نحن ما رح نحكي عن فقراء المال لأنه هدلك وضع آخر، لكن في فقراء عندهم عزة نفس، وفي فقراء مال عندهم أخلاق، وفي فقراء مال لكن هم غنيين بالثقافة، فقراء مال هم غنيين بالذوق وبالرقي. لكن بالعكس في ناس مش فقيرة مال لكن هي فقيرة كتير أمور. في واحد تيجي بتقعد أنت وياه بتبلشوا تحكوا في موضوع، ببلش يناقشك بتقول له يا زلمة أنت عن شو عم تحكي؟ والله ما أنا فاهم عليك أنت عن شو عم تحكي، نحن بواد وأنت بواد، إذا معلومتك مش متأكد منها ما تحكيها، أو ما تحاول تمثل أنه أنت زلمة عندك ثقافة، أنت ما عندك ثقافة، والثقافة أسهل إشي أنك ممكن تحصل عليها من خلال القراءة وإلى آخره. محمد من الموصل، كيفك يا محمد من الموصل؟ اسمعني من التليفون محمد، نصي صوت التلفزيون. محمد كيفك؟ طب محمد انت اوريدي هلا انت فاتح التلفزيون، نحن كشفناك يعني، فنفس صوت التلفزيون. كيف لكان؟ اوكي. فانت هلا شو بدك تعمل يا محمد؟ بدك تنصي صوت التلفزيون وتحكينا على التليفون، بس نخلص حكي ارجع على التلفزيون، احنا ما رح نقول لك لا. علي التميمي، مش علي التميمي، يعني هو علي التميمي بس مش علي التميمي. كيف؟ مرحبا ست ياسمين، انا علي. انت علي التميمي؟ اوكي. انا سمية العزاوية، ممكن تعملي موضوع عن الصدفة، هل صدفت او يعني صار عندك خبر صار وما هو؟ اعترفي يا شو كان اسمك يا سمية، شو الصدفة الحلوة يلي صاير معك عشان بدك ايانا نحكي عن الصدفة. طيب استاذ ياس على الاتصال، اهلا استاذ ياس. الو، اهلا، كيفك؟ الو، كيفك؟ سامعتني ست ياسمين؟ سامعتك، شو اخبارك؟ الو، يا اهلا.
ألو ست ياسمين سامعتني؟ أنا سمعتك أنت على الهوا سامعني؟ طب شباب طيب شو الموضوع؟ مش بسمعوني. أوكي طب أيضا محمد تميمي كل عشرة التميمي اليوم مشاركتنا بقولنا مساء الخير مساء النور. بدها تحكي عن الصدفة. والله حلو الموضوع، ليش ما نحكي عن الصدفة؟ يعني أكبر صدفة أنه أنا إجتني مسج من واحد اسمه علي التميمي وجوبا اكتشفت أنه هي سمية العزاوي. يا سمية لو بتشاركينا باسمك. ها صح. طب محمد سري محبة آل البيت أهلا وسهلا. طيب أستاذ ياس رجعنا على الاتصال. أهلا أهلا. الله يبارك فيك كيف ياسمين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام كيفك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. أتمنى لك الصحة والأحوال الجيدة وتحياتي لكل الأصدقاء وكادر القناة. شكرا شكرا الله يسعدك يا رب. وفي هذين اليومين امبارح واليوم حر قائض حيث درجة الحرارة في سامراء فضل بحدود 50 مع تفاقم مشكلة الكهرباء. وعلى العموم الفقر هو الداء والمرض القديم الحديث والمستمر ويؤدي أحيانا إلى هدر كرامة الإنسان وهو العدو الأول للأخلاق والمحفز الأول للجرائم بكل أشكالها. وقد قال نبينا الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه يكاد الفقر أن يكون كفرا. وصحيح بأن الفقر ليس فقط في المال بل الأشد منه فقر الأخلاق وضحالتها. وقد قال الشاعر يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليله. فعمليات النصب والاحتيال يا ستار واستغلال الناس بشتى الوسائل جزء منها سببه الفقر والفاقة والحاجة إلى المال. وأقول بيتا للشاعر معروف الرصافي حفظته من أكثر من 50 سنة. يصف الفقيرة المرضعة لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق يعني الفقر منشاها أثوابها رصة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها. حياك الله على هذا الموضوع الجميل وغيره. شكرا. وكل يوم مواضيعك جميلة وبليغة ولكن هذا فيه حكمة كثيرة. نعم. ومواعظ للناس مع كل أمنيات الحلوة وتحياتي لك. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير لك يعطيك ألف عافية. مثل ما قال يعني هو حكى عن فقر المال وفقر الأخلاق وقال أنه يكاد أن يكون الفقر كافرا. فاللي بيعرف زياد الرحباني ولا كلمة صح الله وكيلك. عندي مشكلة جديدة تعلمت عربي ما كنت من لا روسية مبين الشقار قال من مش قال زياد الجوع كافر والفقر كافر وبس أنا مش كافر. فنحن مش عم نحكي عن فقر المال، نحن عم نحكي عن فقر الشيء الثاني فقر الأخلاق. يعني أنت أوقات تقول يا بي هذا مسكين ولا شيء بيفقه بهالحياة ما بيفقه شيء. علي شخص هاي بهاي. لا إحنا بنحكي عن الناس اللي ما عندها ثقافة كتير. هلأ أنا بس أسألك سؤال سيد علي، هلأ كل الناس اللي متخرج من الجامعة ومعها شهادات يعني هن كتير عندهم مستوى التعليم والثقافة عالي جدا؟ لا، في ناس كتير عندها فقر بالمعلومات وفقر بالأخلاق وفقر بالثقافة وفقر بكتير إشياء. الفقر هو مش فقر المال صراحة، ياريت لو ضل الفقر فقر المال. رعد ياسين. السلام عليكم، أنا رعد اللي اتصلت بالبرنامج اليوم. غشاش. هاي بالسندي مبارح. مش اليوم تنين مبارح مبارح بس نحن قرأنا الاثنين سندي الأحد مبارح. شو اليوم تنين؟ لا ما عرفتك. طيب علي يو اس اي. السلام عليكم، أنا رعد اللي اتصلت فيكم اليوم اللي هو مبارح. والله العظيم اوكي مساء اوكي ماشي. شكرا كثير لك. هو عم بيعلق على موضوع امبارح لما قلنا اذا بيطلع لك تعمل عمليه تجميل لاي حدا انت بتحبه لكن من الداخل مش من الخارج. بيقول انا بعمل عمليه خلاص. اوكي رعد باي باي.
طيب شكرا. لا كنت بتلاقيني هيك عم بضحك. ياسمين السلام عليكم. المال بيروح وبيجي لكن فقر الأخلاق صعب يأتي بمكانه، لأنه الأخلاق ضمير، والضمير إذا ما صعب يرجع من أول ويجي وجديد. وأنا تعريفي للفقر واقف لي على الدقرة، درتي الله وكيلكم. وتعريفي للفقر هو كل حاجة ممكن نحن نخسرها بطبيعتنا كمحبة أو ضمير أو صلة أرحام، هاي إذا راحت ما بنقدر نرجعها، فهذا هو الفقر الأساسي. ماشي خليني أروح وأقرأ التعليقات، ما في وقت صح نسمع أغنية ونكمل التعليقات لأنهم في كتير. ماشي 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 يا عزيزي. إيمان، الفقير هو قليل الأدب والاحترام. أنا إيمان من البصرة، أوكي، ونحن بنحب بتش هواية، وأنا كمان بحبك يا إيمان. عمر الدراج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ست ياسمين وإلى كادر قناة سامراء. يمكن فقر المال مو عيب، لكن العيب فقر الضمير والأخلاق. صحيح، وبشكرك، بشكر كل الشعب الأردني يا سيدي. أوكي، أحمد محمد الصروحي بقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ست ياسمين. طبعا الفقر مو فقر المال، ويمكن هو يكون أنه فقر الأخلاق والضمير عند بعض الناس، وأكيد فقر المال هذا شيء مو عيب، لكن العيب أن يكون عندك فقر بالأخلاق. معتز الزيدان ببعد تحياته للكل إلا علي. ليش يا معتز؟ الله يسامحك، يعني ما والله ما غني له ما هي هالليلة وبس تبعت عبد المجيد عبد الله. لا طبعا بمزح. لا والله بمزح، بس عم بحاول أني أشربكم ببعض. ياسمين السلام عليكم، المال بيروح وبيجي بس مين سارق الكومنت تبع مين يا معتز؟ بس أكيد الأخلاق إذا بتروح ما بتيجي غيرها. أوكي يا معتز، شكرا كتير لإلك. مبدئيا أحمد، لا أحمد اللي سارق تعليقه لمعتز، وأنا قرأت، يعني أنا طلعت على الوقت، هلا معتز بيزعل. سلمان عبد الله، إيش كم من فقير من حولنا فقراء السعادة؟ يا الله، عن جد هدول بيحزنوا فقراء السعادة. هلا السعادة هي ما بتجيك، يعني مش رح تيجي تقول لك مرحبا أنا السعادة يلا تيجي ننبسط أنا وياك، أنت لازم تكون سعيد، ما تستنى السعادة تيجيك لعندك. بالضبط. وكم من غني فينا فيه كآبة؟ صحيح، ماشي. بترجع إيمان وبتقولنا السلام عليكم ست ياسمين، انا بوافقك الراي، شكرا. انا عم بقرا من القديم للجديد، من الجديد للقديم، كان لازم العكس. رعد ياسين، ماشي يا رعد، بقول فقر الاخلاق هو الفقر الاكبر. حسنا. حسان اسماعيل بقول السلام عليكم، الفقر الفقير ينشر حولنا السعاده والغني ينشر الكآبه. بتلاحظوا هذا الشيء يا جماعه، انه اوقات الناس كثير، يعني نحن نقول الفلوس هي كل شيء، بتلاقي ناس كتير معهم فلوس وضعهم المادي كتير منيح، كل شيء مأمن له، بس يا أخي ما بتحسه سعيد. يعني مش الموضوع بأنه الفلوس ما بتجيب السعادة، لا، الفلوس بتجيب الراحة، واللي بيقول لك الفلوس مو كل شيء ما ترد عليه، الفلوس كل شيء، لكن في ناس ما بتعرف تعيش مبسوطة. صح، ماشي. علي بالميم، هيك اسمها ميسان مش بالنون. أوكي، من العمارة، شو بعرفناك، فكرت. اهلا يا علي. علي من محافظة ميتا. اهلا وسهلا فيك يا علي، كيفك؟ كيفكم انتم؟ شلون صحة الاحوال؟ والله تمام الحمد لله، انت شو اخبارك يا علي؟ الحمد لله. كيف انت والشوب والحر؟ قطع يا علي. علي ارجع احكي. علي ارجع احكينا يا علي، من ميسان، بلكي لحقنا يا زلمة، لسه باقي دقيقة، شو بدك في الزلمة. طب آخر تعليق من بعد إذنك سيد علي من الأردن. علي أنت من وين؟ حسيت من شعارك، من لون شعرك. طيب أنا كان
انا كان المفروض في عندي كومنت جديد كنت بدي اقراه بس مش عارفه ما نزل، فهيك بنكون نحن وصلنا مشاهدينا لنهايه حلقتنا لليوم. فعشان هيك ما تطلعوا كثير على موضوع الفلوس والماده، لكن اطلعوا على جوانب اخرى ممكن تكونوا انتم فقراء للسعاده، وهاي هي اكثر شيء بحزن بالحياه انك انت ما بتقدر انك تكون سعيد. فيك سعيد، فيك بكل طاقتك تكون سعيد لأنها هي أبسط شيء ممكن أنت تحصل عليه. أنا ما لا طبعا بحبها الإيش يا جماعة، شو بدكم أفعلي؟ بكرة لاقوني على نفس الموعد، لا تردوا عليه. و بكرة مشاهدينا رح نكون نحن وانتو بحلقة جديدة، ما بعرف شو الموضوع، تعالوا نلتقي على صفحتنا على الفيسبوك ونشوف بكرة عن شو بدنا نحكي بنفس الموعد، وإلى اللقاء.